أزعم وأدعي وأتخيل إن أنا إلى حد ما أفهم في المسائل الاقتصادية. بقول إنه ما يجري في مصر أو ما جرى في مصر خلال خمس سنوات بيمثل برهان لا يمكن التشكيك فيه أمام القاسي والداني وأمام المحب والكاره إنه هذه الدولة انتقلت من مرحلة الموت الإكلينيك المحقق إلى مرحلة الانطلاق الحقيقي. في يعني حدث معجزه ما حدث للاقتصاد المصري خلال خمس سنوات من مشروعات يعني احنا قلنا قبل كده كان كل يوم ثلاث ولا كل ست ساعات مشروع انا فاكر هذا الكلام والمشروعات اللي احنا حضرناها بس وشفناها مش ممكن تتخيل انها تتم في خمس سنين الاصلاحات الهيكليه اللي خلت الارقام تتغير بسرعه من خراب ومن سالب ومن التضخم كان وصل ل 34% ل 9% دلوقتي ومن بطاله 14% ل 8% دلوقتي ومن معدل نمو كان بالسالب بقى بقينا 5.6 دلوقتي هذه الارقام التجميعيه في الاقتصاد الجمعي وهذه المشروعات الموجوده وحاله الدوله اللي كانت فيها سيوله فيها فوضى فيها غياب امن وفيها عدد سرقات عربات شوفوا قد ايه وخطف قد ايه وبتزيد قد ايه تحولت الى هذه الدوله بهذا الشكل دوله مؤمنه دوله امنه دوله لها كلمه سياسه خارجيه كل التغييرات بص في كل مجال خلال خمس سنوات على محور السياسه الخارجيه على محور السياسه الداخليه على محور الدعم والاصلاح الاقتصادي على محور البنيه الاساسيه وتغيير شكل البنيه الاساسيه على محور تغيير شكل الدوله من خلال المسؤولين وتنشيط المنظومه من خلال ضخ مزيد من الشباب في دماء جديده من خلال منظومه الامن من خلال منظومه مكافحه الارهاب من خلال منظومه مكافحه الفساد من خلال منظومه علاقات مصر الدوليه والافريقيه والعربيه وخلافه عندما تضع كل هذه المجهودات بجوار بعضها البعض سوف ترى لوحه براقه حقيقيه انا اراها معجزه بكل المقاييس